السلام عليكم مشاهدينا، حياكم الله في نشرتنا الجوية. أجواء حارة وشديدة الجفاف لنهار اليوم مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات، مسببة غبار مثار حاليا خاصة على المناطق البرية والمكشوفة. رؤية أفقية متراوحة ما بين 5 إلى 6 كيلو على المناطق البرية، وفرص أيضا لغبار محمول متوقع الليلة منتصف هذه الليلة. قد تصل الرؤية الأفقية هذه الليلة على بعض المناطق إلى ما دون 1000 متر. أما حاليا رؤية أفقية ممتازة على مدينة الكويت 10 كيلومتر، واستمرار رياح شمالية والشمالية الغربية معانا سرعتها حاليا 15 كيلومتر بالساعة مع سماء خالية من السحب، 47 درجة مئوية درجة الحرارة حاليا، سجلت 48 كأقصى درجة حرارة على مدينة الكويت، وأيضا انخفاض وتراجع في الرطوبة النسبية حول 8%. أجواء تكون مائلة للحرارة بوجه عام منتصف هذه الليلة، فرص لغبار محمول أيضا هذه الليلة مع تراجع للرؤية الأفقية خاصة على بعض المناطق البرية إلى ما دون 1000 متر. تنويه جوي أطلق قبل قليل من إدارة الأرصاد الجوية بتراجع الرؤية الأفقية بسبب الغبار المحمول القادم من شمال البلاد. درجات الحرارة منتصف هذه الليلة متفاوتة ما بين 33 إلى 37 درجة مئوية على المناطق البرية، 38 درجة مئوية متوقعة منتصف هذه الليلة على مدينة الكويت، وتفاوت ما بين 37 و 38 درجة مئوية على السواحل والجزر. يستمر معنا الغبار المحمول حتى ساعات الأولى من صباح الغد. في منتصف نهار الغد تحسن الرؤية الأفقية، وتستمر معنا الرياح الشمالية الغربية تنشط على فترات سرعتها ما بين 12 إلى 42 كيلومتر بالساعة، وفرص لبعض السحب العالية على بعض المناطق. درجات الحرارة في الساعة الثالثة عصرا تفاوت ما بين 46 و 47 إلى 48 درجة مئوية على المناطق البرية، من 45 إلى 46 على مدينة الكويت، وتفاوت أيضا ما بين 47 إلى 43 درجة مئوية على السواحل والجزر. الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج بوجه عام، ارتفاع الموج يبلغ ما بين 2 إلى 5 أقدام. موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت 3:22، شروق الشمس 4:56، أما غروب الشمس بمشيئة الله الساعة 6:50. الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة، تستمر معنا الرياح الشمالية والشمالية الغربية حتى يوم الأربعاء، سرعتها متفاوتة ما بين 38 إلى 42 كيلومتر بالساعة كأقصى سرعة للرياح، ومن 46 إلى 48 درجة مئوية لأعلى حرارة. فرص الغبار موجودة معنا يوم الأثنين خاصة على المناطق المكشوفة والبرية، 35 إلى 36 درجة مئوية لأدنى حرارة. تحول الرياح بعدها يوم الخميس إلى رياح جنوبية وجنوبية شرقية، أجواء خالية من السحب وفرص للرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية ابتداء من يوم الخميس، مع 48 إلى 47 درجة مئوية لأعلى حرارة، 36 إلى 35 درجة مئوية لأدنى حرارة، ورياح جنوبية إلى جنوبية شرقية تراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة. تنتهي نشرتنا الجوية، نترككم مع جولة مع درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.